السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا الخبز هذا ديال الفوكاشيا. كيجي رائع وهائل كيف ما كتشوفوا، ما كيطلبش واحد المجهود حتى في دلك العجين بالفارينة ديال القمح والزيتون الاسود والزعتر. تبعوا معايا المقادير. هنا عندي 500 غرام فارينة ديال القمح، جوج معالق كبار ديال اليانسون، جوج معالق كبار خميرة فورية ديال الدار، جوج معالق كبار ديال السمسم، ثلاثة المعالق كبار زيت الزيتون، شوية ديال الملحة، وعندي هنا جوج كيسان ديال المدافي تقريبا 200 ملي، وعندي هنايا الزعتر باش غادي نزينو الخبز، وبيضة للدهن، وهنا عندي الزيتون الأسود والزيت النباتي باش غادي نقطعو العجين. تبعوا معايا هاد الطريقة ونتمناكم تجربوه إن شاء الله، وإلى اللقاء إلى وصفة أخرى إن شاء الله. وصبري معاك.